انتصارات متتالية للجيش الوطني في محافظة الجوف. تتركز المعركة الحاسمة في الجزء الغربي من مديرية خبوة الشعف باتجاه برط العنان غربا وباتجاه العقبة جنوبا. أحدث التطورات في هذه الجبهة التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش وتمكن خلاله من تحرير سلسلة جبال الحصينات والمخروق والوعير الواقعة إلى الجنوب الغربي من مديرية خبوة الشعف. على مشارف قواتنا وطالع بإذن الله قادمون يا برط. اليوم إن شاء الله انتصار عظيمة وإن شاء الله ما نوقف إلا في برط. الجيش الوطني أكد أن قواته تواصل تقدمها إلى الجنوب من منطقة اليتمة باتجاه سوق الثلوث ووادي سرحان الواقع بالقرب من العقبة إثر معارك عنيفة خاضتها هذه القوات مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية. أنا التحرك للمرحلة الثانية لتحرير مديرية خب الشعف. للمرحلة الثانية الآن بدأناها من بير المهاجمة. المصدر ذاته أكد أيضا أن قوات الجيش حررت خلال معارك الساعة الماضية معسكر الحجلة ومنطقة سلبة وقرى شامان وجبل شوكان وجبلة عمر. الجيش الوطني متقدم وهذا الأطقم حقهم أحرقناها وفي قتلى منهم كثير وفي أسرى والحمد لله بإذن الله ما نرجع لهم العقبة. محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي أكد من جهته أن العملية العسكرية ناجحة ومستمرة لتحرير ما تبقى من الجوف وأن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أولى مناطق مديرية برط العنان وتوغلت في جبال عفي وجبال حبش في المديرية ذاتها. تقدم الجيش الوطني الآن وشل الحصينات والآن شل العجم والآن مرتفع الحجلة وداخل سرحان بفضل الله سبحانه وتعالى. العدو مهزوم المعركة اللي باتجاه برط إن شاء الله ناجحة والحمد لله رب العالمين. شل مواقع كثيرة منها قرب من شامان ومنها قدم دخول داخلين على عفي إن شاء الله حبش الآن في عرضه. وتسير المعارك في مديرية خب والشعف في محورين أحدهما غربي باتجاه مديرية برط العنان والآخر جنوبي باتجاه العقبة بالقرب من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. 10 أيام من الحرب في خب والشعف نتائجها الميدانية مهمة للغاية لجهة الحسم العسكري في واحدة من أكبر المديريات اليمنية من حيث المساحة وتأثيرا في الموقف العسكري للميليشيا المدحورة.